لينا جورجيو كافييرو مدير مركز دراسات الخليج في واشنطن. أهلا بك معنا سيد جورجيو، ما الجديد الذي سيقدمه هذا المقترح الأمريكي المرتقب في الأيام المقبلة في ظل تعنت نتنياهو وإصراره على عدم الانسحاب من محور صلاح الدين؟ شكرا، يطيب لي أن أكون معكم في هذا البرنامج. يتعين علينا أن نعود إلى الوراء للحظة وننظر في ديناميات الصورة الكبرى. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية كما يعرف مشاهديكم هي ليست طرفا محايدا ملتزما بالتوصل إلى السلام أو إقامة العدالة في غزة. فعلى مدى 11 شهرا رأينا الإبادة تتكشف أمام أعيننا، وأمريكا متواطئة 100%. وإلى ذلك أعتقد أن إدارة بايدن ودبلوماسيتها هي عبارة عن ورقة توت. يبدو وكأن واشنطن تريد أن تنهي الحرب، هكذا يبدو، ولكن طالما تستمر إسرائيل بالحصول على الدعم العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية وتعقب على تصريحات رسمية من قبل بايدن، هذه الدبلوماسية لن تجدي فتيلة. أعتقد أن الأمر مرتبط بصورة فقط أمريكا. تحاول أمريكا أن تستحدث صورة مفادها الوصول إلى حل لكي تضع الحرب أوزارها، ولكن هذا قشور وليس لباب. هذا فقط للاستعراض، لأن أمريكا لا تمارس ضغوطات حقيقية على إسرائيل، وإسرائيل تستمر في الإبادة الإثنية وبدعم أمريكي تام. وأعتقد أن النقاشات الجدية يجب أن يشار إليها أولا قبل كل ما ذكر. سيد جورجيو، اللافت في الموقف الأمريكي بأن بايدن يخرج بين الفينة والأخرى لانتقادي نتنياهو، يعني في الأسبوع الماضي قال بأن نتنياهو لا يقوم بما يكفي للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار. هل الإدارة الأمريكية تقوم بما يكفي؟ نسمع في كل مرة حديث عن مقترح أمريكي، والآن هناك حديث عن مقترح أمريكي جديد، ولكن ليس هناك ضغط حقيقي يمارس على إسرائيل للتوصل إلى صفقة. لماذا برأيك؟ هذا هو السؤال الأهم. يمكننا أن نتحدث مطولا عن رأي البيت الأبيض وشكاواه واقتراحاته وانتقاداته، ولكن إذا لم يدعم ذلك بممارسات على الأرض فإنه لا يتعين علينا التفكير فيه أصلا. الولايات المتحدة الأمريكية توفر لإسرائيل دعما ثابتا، ويمكننا أن نتحدث أيضا مطولا عن الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير هذا الدعم. هنالك طبعا جزء أيديولوجي من وجهة نظر بايدن وبلينكين، فالأيديولوجيا تلعب دورا أساسيا في تحركاتهما، وهنالك أيضا اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يلعب دورا، وثمة عوامل أخرى. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقة فريدة مع إسرائيل، أعني بذلك أن إسرائيل في حقيقة الأمر يمكنها أن تقوم بما يحلو لها، وإدارة بايدن لن تضع قيودا أو شروطا على الدعم الأمريكي الذي يتدفق إلى إسرائيل، والقيادة الإسرائيلية تعرف ذلك. نتنياهو وبطانته يعرفون ذلك ويفهمون بأنهم يمكنهم أن يحظوا بهذا الدعم، لأن لديهم نفوذ في صفوف النخبة الأمريكية، وبالتالي يمكنهم أن يقترفوا جرائم حرب كما يحلو لهم، وليس ثمة مساءلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الحقيقة، هذه حقيقة
النهج الذي يتبعه بايدن إزاء إسرائيل، وقد رأينا ذلك يتكشف خلال 11 شهرا في غزة، ونبدأ الآن برؤية الأمور تنفلت من عقالها في الضفة الغربية. سيد جورجيو، ما الهدف إذن من الحديث عن مقترح أمريكي جديد؟ النقطة الأساسية العالقة هنا البقاء الإسرائيلي في معبر رفح في محور صلاح الدين. هناك رفض تام من قبل حماس القبول بهذه النقطة، وهناك أيضا رفض مهم وأساسي هو رفض مصر لبقاء القوات الإسرائيلية في محور صلاح الدين، ودعم عربي لموقف مصر، الأردن وقطر أيضا تدعم هذا الموقف. كيف ستحل الولايات المتحدة هذه المعضلة؟ يقال أو يشاع بحسب التسريبات الأخيرة لوكالة رويترز بأن المقترح سيتضمن حلا وسطا ويعني حلا لهذه القضية الخلافية. كيف ستحل الولايات المتحدة هذه المعضلة؟ لأجيب عن السؤال الأول مجددا، أقول إن المنطق الذي يدفع الدبلوماسية الأمريكية ضمن السياق هذا مرتبط ب وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد للحرب أن تنتهي. هذا استعراض، ونحن نعرف أن جهودها ذهبت هباء، ونعرف أيضا أن هنالك أسلحة تلو الأسلحة التي تتدفق إلى إسرائيل على مدى 11 شهرا. إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بوضع حل لهذا النزاع، فإنه كان يتعين عليها أن توقف توفير السلاح. وبالتالي هذه الاقتراحات وهذه الأفكار التي تتأتى من فريق بايدن تفضي إلى وهم مفاده أن أمريكا تحاول الوصول إلى وقف الإطلاق النار. ولكن النقطة التي أثرتموها مهمة، ماذا يعني ذلك لمصر والدول العربية الأخرى؟ إذا ما كان هنالك احتلال إسرائيلي طويل الأمد لغزة سيما على الحدود المتاخمة لمصر، فإن هذا سوف يفضي إلى مشاكل مختلفة لمصر، وسوف يفضي ذلك إلى امتعاض مصري إزاء الولايات المتحدة الأمريكية. والحقيقة المرة هي أن مصر في موقع أو موقف ضعيف، ومصر لا يحلو لها هذه النتيجة. ولكن عندما نطرح سؤال بشأن ماذا يمكن القاهرة أن تفعله، فليس هناك إجابات شافية، وهذا هو موضوع أثير خلال 11 شهرا أيضا، لأن الدول العربية الضعيفة تعول على أمريكا ولا تريد أن تغامر وتجازف بمواجهة إسرائيل وهي دولة نووية. شكرا سيد جورجيو كافييرو، مدير مركز دراسات